النتيجة اتحاد خسران على ملعبه، اتحاد مهزوم على ملعبه، انما لسه اكتر من 8 9 دقايق وادي هدف رابع في وسط غفلة من لاعبي نادي الاتحاد السكندري. إثارة في كرة القدم، شوفوا الكرة، شوفوا اللعبة، شوفوا غفلة لاعبي نادي الاتحاد ودفاعهم، اتلعبت الكرة، تغطية مش مظبوطة من الظهير الأيمن عبد الرحمن فاروق، محمود قعود على طول يسدد بالقدم اليمنى والهدف الرابع.